وإلى متابعة الأخبار العالمية، حيث وجه سيرجيو راموس قائد ومدافع ريال مدريد الإسباني نداء لمشجعي الملكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليقوموا باستقبال الفريق لدى دخوله ملعب سانتياغو برنابيو الأربعاء المقبل لدعمه قبل مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وبعد انتصار الملكي 5-2 على ريال سوسيداد في الجولة 23 من الدوري الإسباني، كتب راموس على حسابه بموقع إنستغرام مع صورة له أمام الجماهير: شكرا للجمهور، سنلتقي مساء الأربعاء قلبا واحدا ولونا واحدا وهدفا واحد. كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني عن الفرق التي يتوقع تتويجها بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. وقال ميسي في تصريحات لصحيفة ميرور البريطانية: مانشستر سيتي واحد من أقوى الفرق بجانب باريس سان جيرمان. وأضاف أنه لا يستطيع استبعاد ريال مدريد بفضل إمكانيات وخبرات لاعبيه بالرغم من عدم تحقيقهم للنتائج المتوقعة. وكذلك بايرن ميونخ فهو فريق عظيم قادر على اللعب حتى النهاية. يدرس نادي ميلان الإيطالي تجديد عقد مدربه جينارو جاتوزو حتى صيف عام 2020. ووفقا لموقع توتو ميركاتو، فإن إدارة ميلان أبدت سعادتها بتطور أداء الفريق تحت قيادة المدرب المؤقت جاتوزو، وتدرس تمديد عقده لأكثر من عامين. وتولى جاتوزو تدريب فريق الشباب في ميلان قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في نوفمبر الماضي خلفا لمونتلا. وبعد بداية باهتة بدأ ميلان يستعيد عافيته عبر الفوز 5 مرات والتعادل 3 مرات على مستوى الدوري والكأس في إيطاليا، آخرهم الفوز أمس برباعية دون مقابل على سبال. أعلن نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الأحد عن تمديد عقد حارس مرماه سفان أولريتش حتى 2021. وقال حسن صالح حمدريتش مدير الكرة في بايرن للموقع الرسمي للنادي: الأعوام الثلاثة الأخيرة أظهرت أن بإمكاننا الاعتماد على أولريتش كحارس مرمى وكشخص. وشارك أولريتش الذي كان عقده الأصلي ينتهي بنهاية الموسم الحالي في أغلب مباريات بايرن في البوندسليغا وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا في ظل غياب نوير.
كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية عن أن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي يستهدف التعاقد مع ليون بايلي جناح باير ليفرتون الألماني. وأشارت الصحيفة إلى أن ليفركوزن قد يطلب 100 مليون جنيه استرليني للتخلي عن بايلي الذي يتألق حاليا في الدوري، مستغلا حصول ليفربول على مبلغ 142 مليون جنيه استرليني من بيع كوتينيو لبرشلونة. استبعد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي راحل الإسباني دافيد ديخيا حارس مرمى فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال مورينيو لشبكة سكاي سبورت أنه يستبعد فكرة رحيل الحارس الإسباني عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن اللاعب مرتبط بعقد يمتد لنهاية الموسم القادم، بالإضافة إلى الإمكانية التي يحتفظ بها اليونايتد لتمديد العقد قبل نهايته ب 12 شهر. وأضاف البرتغالي أنه واثق من أن ديخيا لا يفكر في الرحيل عن صفوف اليونايتد، حيث يتمتع بالدعم الكامل من الجهاز الفني والجماهير في ظل المستوى الرائع الذي يقدمه خلال المواسم الثلاثة الماضية. فضل يواخيم لوف المدير الفني الحالي لمنتخب ألمانيا تأجيل الحديث عن إمكانية توليه مهمة تدريب بايرن ميونخ في الموسم المقبل، حيث يرى أنه ليس الوقت المناسب للتفكير في هذا العرض، وأنه قال لوف لا يفكر حاليا في العرض المقدم له من إدارة البافري لتولي مهمة الفريق بداية من الموسم القادم، مشيرا إلى انشغاله بالإعداد لكأس العالم، حيث يعتقد أن المهمة لن تكون سهلة للدفاع عن اللقب الذي حققه في النسخة الماضية. وأضاف أن تدريب البايرن يعد حلم بالنسبة لكل المدربين لما يتمتع به النادي من تاريخ عظيم، ولكنه لا يمكنه حاليا أخذ أي قرار حول هذا العرض.